ان شاء الله زي ما قال السياده الرئيس احمد سعد السيسي ده عام الشباب، عمل برزنتيشن عن الشباب، واحنا ده دورنا كمؤسسه مجتمع مدني ان احنا وفقا لتوجيهات معالي الرئيس ان احنا نحمي الشباب، لان الشباب لو اتمكن من مناصب دون تاهيلهم ده يعتبر ذبح للشباب، فده واجبنا واجب كل مجتمعات مؤسسات المجتمع المدني ان هي تدرب الشباب وتاهلهم. واحنا بنشكر الاستاذ الدكتور عبد العباد صالح رئيس جامعه دمنهور انه قام برعايه حمل قاده التحليات هنا في البحيره، وده مشروع قومي احنا دشيناه مع الهيئه العامه للتعليمات ومراكز النيل الاعلام في جميع المحافظات، واصدر رئيس جامعه في مصر الشباب هو راعي الشباب هنا في البحيره. واتمنى ان شاء الله ان الشباب يجتهد ويعمل والشباب يبدا يشتغل من اجل البلد، لان مصر لن تقوم من غير الشباب.